مفهوم الإمبراطورية هو بسط سلطة دولة ما على أرض خارجية واسعة وعلى عدة مجموعات عرقية. أما عظمة الإمبراطورية فتتركز بشكل أساسي على اتساعها وتعداد سكانها واقتصادها ومدة بقائها، إضافة إلى عوامل أخرى كطبيعة الحكم فيها ورضا الشعوب وغيرها. إليك عزيزي مشاهد قناة المجلة، هذه قائمة بأعظم 10 إمبراطوريات عرفها التاريخ. الإمبراطورية الفارسية 330 إلى 550 قبل الميلاد، تعرف أيضاً بالإمبراطورية الإخمينية. هي الدولة الوريثة لإمبراطورية الميديين التي حكمت إيران، تأسست على يد الملك الفارسي سيروس العظيم، وامتدت على 3 قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. وفي أقصى اتساعها خضعت لهذه الإمبراطورية أراضي إيران وأفغانستان وباكستان وأذربيجان وأجزاء من آسيا الوسطى وآسيا الصغرى وتراقية، وهي منطقة في جنوب أوروبا بين اليونان وبلغاريا وتركيا ومقدونيا والعراق وشمال السعودية وبلاد الشام وكافة مناطق التركز السكاني في مصر وحتى ليبيا. وبذلك تكون الإمبراطورية الأضخم في التاريخ القديم بمساحة تقدر بحوالي 8 مليون كيلومتر مربع، وتعرف في التاريخ الغربي بصفتها العدو اللدود لليونان القديمة. تقهقرت هذه الإمبراطورية على يد ملك مقدونيا الإسكندر الأكبر، وانهارت عام 330 قبل الميلاد. يعزو المؤرخون القوة التي وصلت إليها الإمبراطورية الفارسية إلى النموذج الناجح في الحكم المركزي وإلى عمل الحكومة بغرض مصلحة الجماعة. الإمبراطورية الروسية 1721 إلى 1917 هي إمبراطورية نشأت منذ 1721 واستمر حكمها حتى الثورة الروسية في عام 1917. في عام 1866 امتدت هذه الإمبراطورية نحو أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا الشمالية، ومنذ القرن 19 كانت روسيا أكبر بلاد العالم مساحة، ممتدة من المحيط المتجمد الشمالي شمالاً والبحر الأسود جنوباً وبين بحر البلطيق غرباً والمحيط الهادئ شرقاً، فكانت بذلك ثاني أكبر إمبراطورية متصلة الأراضي في التاريخ. الإمبراطورية الصينية حكم كينغ. كانت عائلة كينغ آخر عائلة حكمت الصين، حكم امتد من عام 1644 إلى 1912 ميلادياً. بدأت القصة بحكم عائلة مينغ، ثم تشكلت جمهورية الصين، فبدأت عائلة كينغ حكمها من منشوريا، ثم تمددت إلى كافة أرجاء الصين، مشكلة إمبراطورية كينغ العظيم. بلغت الإمبراطورية سطوتها في القرن 18، حيث كان الاتساع في الأراضي والتزايد في السكان، وبلغت مساحتها في نهايته 14.1 مليون كيلومتر مربع. في عام 1820، بلغ النتاج القومي الصيني 32% من إنتاج العالمي. إنها الصين. الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل، وتحولت إلى إمبراطورية بغزوها للقسطنطينية عام 1453، فضمت أكثر من 29 ولاية بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، حكمتها السلالة العثمانية التي تنتمي إلى العرق التركي. بلغت الدولة ذروة قوتها في عهد السلطان سليمان الأول، وبانتهاء عهده بدأت تضعف وتتراجع تدريجياً إلى أن انتهت بشكل رسمي بتوقيعها على معاهدة لوزان. الدولة الأموية. الخلافة هي النموذج الإسلامي من الحكم الذي يعبر عن الوحدة السياسية للعالم الإسلامي. كانت الخلافة الأموية الثانية من بين 4 خلافات تأسست بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائلة أمية تحكمها، وهي التي تنحدر من أمية بن عبد شمس الجد الأكبر للأمويين. ورغم كون الأمويين أساساً من مكة، إلا أنهم اتخذوا من دمشق عاصمة لخلافتهم. زادت مساحة الأراضي التي سيطرت عليها هذه الإمبراطورية عن 13 مليون كيلومتر مربع، فكانت حينها أكبر إمبراطورية في العالم، وحتى الآن هي خامس أكبر إمبراطورية متواصلة الأراضي في العالم.
كما اعتبرت أكبر دولة أسسها المسلمون عبر التاريخ. لطالما اعتبر نظام الحكم في الدولة الأموية من أفضل أنظمة الحكم في العالم، حيث كان يؤازر الخليفة في الحكم 6 مجالس: ديوان الخراج، ديوان الرسائل، وديوان العمال، وديوان الخاتم، وديوان البريد، وديوان القضاء. غرقت الدولة أثناء ما يعرف بمرحلة حكم جيل الأحفاد في الصراعات الداخلية، وتتالت الثورات على امتداد مساحة الدولة، إلى أن أتى المد العباسي من المشرق، وكانت معركة الزاب الكبير التي انتهت بسقوط الدولة الأموية عام 750 ميلادياً. الدولة العباسية أو الخلافة العباسية أو دولة بني العباس هو الاسم الذي يطلق على ثالث خلافة إسلامية في التاريخ وثاني السلالات الحاكمة الإسلامية، حكمت منذ عام 750 إلى عام 1517، وبلغت مساحتها 6,800,000 كيلومتر مربع. أسس الدولة العباسية رجال من سلالة العباس بن عبد المطلب، أصغر أعمام الرسول محمد بن عبد الله، وقد اعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم على الفرس الناقمين على الأمويين. بلغت الدولة أقصى اتساعها في عام 850 ميلادياً. عرفت الدولة العباسية عصرها الذهبي خلال عهدي هارون الرشيد وابنه المأمون، إذ نشطت الحركات العلمية وازدهرت ترجمة كتب العلوم الإغريقية والهندية والفهلوية إلى اللغة العربية على يد السريان والفرس والروم من أهالي الدولة العباسية، وعمل المسلمون على تطوير تلك العلوم وابتكروا عدة اختراعات مفيدة، كما ازدهرت الفلسفة الإسلامية واكتمل تدوين المذاهب الفقهية الكبرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية عند أهل السنة والجعفرية والزيدية عند الشيعة، وبرزت الكثير من الأعمال الأدبية والفنية. تنوعت الأسباب التي أدت لانهيار الدولة العباسية، ومن أبرزها بروز حركات شعبية ودينية مختلفة في هذا العصر. انتهى الحكم العباسي في بغداد في سنة 1258 ميلادياً، عندما أقدم هولاك خان على نهب وحرق المدينة وقتل أغلب سكانها بما فيهم الخليفة وأبناؤه. وقد انتقل من بقي على قيد الحياة من بني العباس إلى القاهرة بعد تدمير بغداد. إمبراطورية مغول الهند هي إمبراطورية إسلامية حكمت أجزاء واسعة من شبه القارة الهندية، فغزت وحكمت أغلب جنوب آسيا في نهاية القرن 17 وأوائل القرن 18، وغاب نجمها في منتصف القرن 19. انحدر أباطرة هذه الإمبراطورية من التيموريين، وهي سلالة تركمانية، وحكموا في أوج قوتهم معظم القارة الهندية بمساحة تفوق 4,000,000 كيلومتر مربع، وسكنها بين 110 و130 مليون نسمة. بدأت النهاية لهذه الإمبراطورية بموت الإمبراطور أبو المظفر محيي الدين محمد أورانغزيب في 1707 ميلادياً، وبدأت بعدها سلسلة الهزائم على أيدي الأوروبيين حتى سقطت عام 1857. لا تزال تماثيل الأباطرة موجودة إلى الآن. لعل أهم إرث تركته هذه الإمبراطورية في تاريخ الهند هو العمارة، ومن منا لم ينبهر بجمال تاج محل الذي بناه أحد الأباطرة المغول ليضم رفاة زوجته بعد موتها ويخلد ذكرها، والذي يعد من أهم الأمثلة التاريخية للعمارة الإسلامية والمغولية. لم يكتفوا بتوحيد البلاد فحسب، بل وضعوا عملة موحدة للدولة ونظاماً طرقياً مميزاً، فكانت البضائع والمحاصيل تصدر لجميع أنحاء العالم. إمبراطورية الروم الإمبراطورية الرومانية هي المرحلة التي تلت تلك المرحلة الجمهورية من الحضارة الرومانية القديمة، فاتسمت بالنمط الاستبدادي في الحكم والاتساع الكبير في الأراضي المسيطر عليها في أوروبا وحول البحر المتوسط. الجمهورية الرومانية التي سبقت الإمبراطورية كانت قد تضعضعت ودمرت بالحروب الأهلية. تمدد الرومان بدأ منذ عهد الجمهورية، لكنه بلغ ذروته تحت حكم الإمبراطور تراجان. عندها بلغت مساحة الإمبراطورية 6.5 مليون كيلومتر مربع. انقسمت هذه الإمبراطورية في النهاية إلى إمبراطورية روما الغربية والشرقية، التي عرفت فيما بعد بالإمبراطورية البيزنطية، والتي استمرت لألف عام.
الامتداد الواسع وطول فترة البقاء من أهم عوامل عظمة هذه الإمبراطورية، إلا أن أهمية هذه الإمبراطورية تكمن بتأثيرها العميق على اللغة والدين والعمارة والفلسفة والقانون في الحضارة الإنسانية عامة وفي الحضارة الغربية خصوصا، والذي نراه حتى هذه اللحظة، حتى أن العديد يعتبرون أن بداية تشكل فكرة أوروبا كانت مع ظهور إمبراطورية روما الغربية. إمبراطورية المغول. بين القرنين 13 والرابع عشر امتدت إمبراطورية المغول من شرق أوروبا عبر آسيا، نشأت من اتحاد القبائل المغولية والتركية فيما يعرف اليوم بمنغوليا، وبدأت بالنمو عبر الغزوات المتواصلة بعدما أعلن عن جنكيز خان كحاكم لكافة المغول في عام 1207. في أقصى اتساعها امتدت هذه الإمبراطورية من الدانوب غرباً إلى بحر اليابان شرقاً، ومن المتجمد الشمالي إلى كمبوديا جنوباً، فبلغت مساحتها أكثر من 24 كيلومتراً مربع، أي 22% من مساحة اليابسة على سطح الأرض. سكن هذه المساحة الشاسعة ما يفوق من 100 مليون نسمة، لكن ما لبثت أن تجزأت هذه الإمبراطورية بعد حروب متواصلة، ومع نهاية القرن 13 كانت قد تقسمت إلى 4 إمبراطوريات مختلفة، لكل منها كيانها الخاص. وتعد إمبراطورية المغول هذه أكبر إمبراطورية متواصلة الأراضي عبر التاريخ، وثاني أكبر إمبراطورية مساحة على الإطلاق. الإمبراطورية البريطانية. الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، مع أكثر من 33.7 مليون كيلومتر مربع، تتربع الإمبراطورية البريطانية على عرش أكبر الإمبراطوريات مساحة في التاريخ، ومع حكمها لأكثر من ربع سكان العالم وقيادتها للتطور العلمي والاقتصادي في التاريخ الحديث، فإن سلطتها لم تقف عند حدودها الجغرافية، بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم. تكونت هذه الإمبراطورية بالأساس من مقاطعات ومستعمرات ودول وقعت على اتفاقيات انتداب ووصايا، لذلك لم تكن متواصلة الأراضي كسابقاتها، كما أن الثورات لم تهدأ فيها، إلا أن سبب اعتلائها قائمتنا هنا هي كونها أكثر الإمبراطوريات تأثيراً في زمننا الحاضر بلا شك. كانت الحرب العالمية وخسارة الهند أكبر النكسات التي تعرضت لها تلك الإمبراطورية، والتي أدت في النهاية إلى انحسارها. هذه صورة لأربعة عشر دولة ما تزال تحت سيطرة بريطانيا حتى الآن. هكذا نكون قد أوجزنا جزءاً مهماً من التاريخ الإنساني الذي كانت الإمبراطوريات حجر الأساس فيه، ويبقى السؤال مطروحاً، هل زالت حقبة الإمبراطوريات القديمة التي تسيطر عليها شعوب ودول بأسرها، أم نحن نعيش عهد إمبراطوريات من نوع آخر؟